السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو. طبعا آخر مرة تكلمنا عن السيرفيسز وحكينا عن هاي. قبل ما ننتقل بس لموضوع الفاير وولز والأشياء مثل هيك، بدي أتكلم يعني عن الدايناميك دي ان اس. الدايناميك دي ان اس هو عبارة عن سيرفيس. احنا بنعرف انه ممكن تروح على يعني انت مثلا لو كان عندك سيرفر موجود على الانترنت، السيرفر ده يكون مسجل مع دومين نيم، يعني انت زي بتحكي facebook.com او مثلا bfsense.com.org، لانه bfsense يعني شركة bfsense حولته مجانا لكل الناس، فحولوا organization.org بغض النظر عن المسميات. فانت بدك اسم، ممكن انك تسجل دايناميك دي ان اس. انت في عندك في المنزل اي بي ادرس، الاي بي ادرس بتغير باستمرار. انت مسجل مثلا، انت عندك دي اتش سي بي، او مش دي اتش سي بي يعني دي اس ال، بيوفر لك اي بي ادرس عن طريق الدي اتش سي بي اللي هو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. فانت بتقدر من هنا تضيف، يعني هاي انا ضللتها، لا احنا بنضيف واحدة جديدة. فانت شايف هنا شو السيرفيس تايب، ايش نوع السيرفيس. الان في عندك انواع كثيره من السيرفيسز، فري دي ان اس، دايناميك دي ان اس، في عندك نو اي بي، او دي اس دوت اورج كذا. فانت يعني بتقدر تختار اللي بدك اياه. انا المره الماضيه اخترت نو اي بي فري، اللي المكان اللي بدك تسجل عليه الدايناميك دي ان اس. مثلا هنا احنا حكينا one hour networking dot no dash ip dot com، لانه هي الشركة. فطبعا هنا مش راح تحتاج، راح تحتاج اليوزر نيم اللي سجلت فيه، او اللي هو الايميل تبعك اذا مسجل بالايميل. يعني مثلا you at email .com، وبده يكون عندك باسورد شيء معين. وبعدين هون طبعا بتحط ديسكريبشن إلك، وبتعمل سيف. بدك لا طبعا ما بديش، طبعا لازم تعمل ديسيبل. ليش؟ لأنه هو قاعد بحاول حاليا يسجل مع noip.com، بس انت اصلا انا مش يعني مش مسجل الايميل والاشياء مثل هيك. ف اصبر عليه ثواني، طبعا راح نرجع نعمل له ايديت. ليش؟ لانه راح يضل يبحث على الانترنت على هذا الموضوع. فانا بس بدي اعمل له سيف، يعني بس عشان ما يضلوا يبحث على الانترنت عن دايناميك دي ان اس. طبعا الشيء الحلو هنا انك انت مش بحاجه تدفع فلوس. اذا كان في عندك اشي بسيط بتقدر تتصل بالانترنت بالشبكه تبعتك بدون، حتى لو بتغير الاي بي ادرس من شركه الاتصالات، لكن انت يعني ما بتقدر توفر خدمات كثير للشبكه تبعتك في حال يعني حتى لو استخدمت دايناميك دي ان اس بالوضع الطبيعي. يعني خلينا نحكي هاي كل شيء بالنسبة للدايناميك دي ان اس. بس يعني موضوع بسيط كثير يعني بالنسبة لل عدم توظيف البنات او توظيف الشباب وهالموضوع. انا بعرف انه المرأة نصف المجتمع، ما عنديش مشكلة، لكن مش لازم نعطيها نصف الراتب كمان. يعني لأنه نصف المجتمع مش نصف الراتب، لازم يكون يا يعني اما الراتب نفس الشيء او لسه كمان لازم يكون احسن، لانه ما بدنا يعني ما بدناش نحطها تحت الضغط انها مثلا تتعرض ل ضغوطات بسبب المال والاشياء مثل هيك. وانا يعني بالدراسات، وانا من وجهة نظري اهم انك يعني كشركات الاتصالات والكذا، او حتى كل الشركات، ان وظفوا شباب او يقدموا الاولويه للشباب. ليش؟ لانه احنا بدنا مجتمع نظيف،
والشباب هم المسؤولين عن إنشاء هاي الأسرة اللي هي بدها تضم زوجة وأبناء. فإذا ما نشأت عندنا مجتمع نظيف بالطرق الحلال، يعني أنشأنا أسرة اللي هي أول جزء من أجزاء المجتمع وجزء الأساسي من المجتمع، فإحنا هيك دمرنا المجتمع ونشرنا الفساد فيه. وأنا متأكد أنه لو حطوا قانون يعني لرواتب الإناث مثلا، لو حكوا أنه يعني أنه هون مثلا بالأردن لو طلعوا قانون مجلس النواب أنه الشركة اللي بدها توظف بنات، يعني بما أنه إحنا بنشجع نصف المجتمع والهاي، أنه ممنوع يوظفوهم بأقل من 700 دينار، أنا بوعدك أنه ولا أي شركة راح تفكر بنصف المجتمع نهائيا. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.